عليكم، مرحبا بكم في القناه. اليوم غنوجد معكم واحد المسمنه عامره بالحفته وزوينه. انا فايته دايراها، ولكن دايراها حلوه. دابا غنديرها مالح. عندنا هنا الدقيق، هذا راه كيلو ديال الدقيق، وغنديرو هنا الخل، معلقه ديال الخل. الخل كيعطي هذيك الهشاشه. وعندنا الزيت، غندير جوج معالق ديال الزيت، زيت عادية. وغندير صاشية ياباني الملحة، راه درتها هي الأولى. دابا غنخلطو وغادي نجمعو العجينة ونخليوها حتى تطرطار. هادي مكبينة غادي نخدموها. هادي راه كتجي العجينة ديالها ناجحة 100%، كيجي داك المسمن معمر زوين بيها. أنا راه مكنديرش ليكم شي حاجة إلا مجربتهاش هي الأولى، إلا صدقاتش ليا راه منديرهاش. غنجمعو الدقيق بحال هكا وغنغطيه ونخليه حتى يرتاح مزيان، وعاد غادي نرجعو عندو نسمنوه وغادي تتابعو معايا. هادي العجينة ديالنا بعد ما ارتاحت غنقطعوها على ربعة بحال هكا. غادي نبداو نخدمو هاد المسمنات. كتطلق غير بوحدها، ما دلكتها ما والو، غير جمعتها ودرتها في سميتو بلاستيكة صافي، وكانو يترخف الراس. وكتجي زوينة من داكشي. ديك المرة حيت عمرتها بالحلو، ولا ديك سميتو ديك الفواكه الجافة، ودابا بغيت نعمرها بالكفتة ونشاركها معاكم. دابا غادي نخليوها شوية يترخفو لينا العجينة، وغادي نسرحو العجينة ديالنا باش نعمروها. وهنايا عندنا الكفتة وعندنا الفرماج نخلط ما بين الأحمر والموتزاريلا، وماي زينة باش غنرشوها، والزيت باش غنسرحوها، والزبدة هي اللي غادي باش غادي نخدموها لداخل. دابا انا غادي بديت معاكم هاد المسمنات نسرحوهم، واخا نسرح جوج دابا غادي باش ما نطولش عليكم بزاف. نسرح هاد المسمنات هكذا، كتسرحوهم مزيان، ولكن تخليو العجينه شويه ترخف. كديروا الزيت هي الاولى، الزبده غير كتدهنوا بها الوسط بحال هكا. كتسرحو حتى كتشوفو شوفو سطح العمل كيبان. هاهلا هاكا، صافي. وكناخدو الزبدة، هادي الزبدة هنا دوبتها، كناخدوها وندهنوها دابا كاملة مزيان. هاهلا هاكا الجوانب وكل شيء. كناخدو مايزينا كنديروه في الوسط، بحال هكا كنو كنطويوه، كنطويوهم هكا هكدا. كنجيبو هاد الجهة عاوتاني هكا مزيان، نجبدو ونرجعوها ماشي نديروها فوقها، لا. عاوتاني كناخدو الزبدة وندهنوها هنا، أي طوية طويتوها كديرو ليها الزبدة ضروري، باش ملي كطيب كتجي تعطيك داك التوراق. كناخدو هاد الجهة كنرجعوها هنا، هلا.
على الشكل وملي كنساليو فحال الشكل ملي كنديرو المسمن بحال هكا. هلا كنت تمشيو معاه وكتجي زوينه ما نعاودش لكم كيف كتجي لذيذه زوينه الواحد يوجدها للغوتي او العشاء المهم شي حاجه زوينه. كنديرو عاوتاني نفس العمليه مايزينه صافي وكنبداو نطويوها بحال غنديرو المسمن هاكا فروليوها هلا نرجعو غادي شويه هكا باش تجيكم قاده هاكا هادو كنديرهم هكا شويه فهاد وراه جمعتهم مبغيتش كلشي نديرو معاكم غادي نطول عليكم بزاف صافي نسرحو عاوتاني هنا نفس العمليه ديالي كناخدو الزيت هي الاولى كنديروها ماشي الزبده عاد حتى كنسرحو بها مزيان العجينه ديالنا بالزيت الزبده كنعمروها غير في الوسط العجينه دابا حيت ملي كترخف كتعطيك طعم مزيان باش تسرحها كتجي بحال هكا وكل ما رققتوها مزيان كل ما رققتوها مزيان من الجناب وكلشي. وهاد المسمنه هادي الا درتوها وعجنتوها راه اي حاجه عندكم بغيتو تعمروها بها تقدروا ديروها غير بالفرماج ديروها بالفرماج راه كتجي زوينه. عاود كندهنو الزبده في الوسط هاكا وعاود نرشو مايزينه هاكا ونجبدو ونرجعوها لهنا نطويوها بحال هاكا هكدا الاخر غنقادهم وعاود كنزيدو الزبده في الوسط هنا وما زينه ديما اي طويه طويتوها ما زينه باش كتعطي هذاك التوراق صافي بحال هكا وكنسرحوها مزيان هاكا بحال لا غنديرو الملوي صافي عاوتاني نفس الشكل كنديرو ليها الزبدة المهم راه ماشي بزاف تلاتة ديال الزبدة داكشي قليل في هادي الاثنين درتو ليها كنزيدو عود مايزينة في الوسط هنا صافي وكنبداو نروليو بحال هكا شو معاها كامل هاكا باش يبان ليكم مزيان هكذا دابا غنخليوها ترخف شي شويه وغادي نوجدو الحشوه ديالنا شي سالينا منها دابا كناخدو هاد كناخدو هاد الكفته وكنخلطو مع الفرماج وكانو كنخلطو كلشي وكنعمرو فيها الداخل هادي غير الكفته ديال لاداند
ماشي ديال هلا. وكان شي واحد المذاق فيها وكان شي زوينه واعره. غنخليوها شويه ترخف وتابعوا معنا. دابا غادي نقسموهم على ثلاثه هكا، نقسموهم هكا، واللي بغى يقسمهم عاود يديرهم كبار يديرهم كبار. صافي ملي كنقسموهم هكا كنوسعوا ليهم هاد الفم بحال هكا. كناخدو هاد الفرماج وهاد الكفتة بحال هكا، كنعمرو فيهم الداخل بحال هكا، دكو الداخل باش ميخرجش يتحل. أنا حيت مدرتش فيها الإقامة بزاف درت الفرماج باش تجي زوينة بحال هكا. كنجمعوها بحال هدا الرزيمة هكا ما تحلش. صافي وكنخليو هذا كنقطعو عاوتاني هادي كنحلو لها الفم بحال هكا. كنخلو هادو نعمروهم كل واحد كيفاش اللي بغى يديرهم، دوك اللي حلوين يديرهم، اللي بغى يديرهم هكا بالكفته، واللي بغى يعمرهم حتى بالخضر يديرهم بالخضر. ثاني حتى الخضر كيجيو بهم زوينين، وملي ملي كديروا الخضر كديروا معاهم الفرماج ضروري باش يجيوكم بنانين. كيجيو زوينين و تشعلو عليهم باش تخليهم يطيبو على المهل، ماشي تشعلو عليهم. دابا بحال هادو لي كنقطعوها كنخليوها لتحت، و هادي لي مكنقطعوهاش كنواليوها الفوق، هي لي كنعمرو بيها باش هاديك ملي كطيب كتعطيك داك ديك الفيتي ديال المسمنة. كاين عاوتاني كيخليوهم بحال هكا يعمرهم ويخليهم باش ما تخرجش هذيك الحشوه من هذيك. كنسدها مزيان هلا هادي عاوتاني بقات لينا. دابا غنقسمو حتى هي على ثلاثة، و إلا قسمتيها على جوج راه كتعطيهم لك كبار، من الأحسن هاكا على ثلاثة أحسن. دابا راه ترخفات مزيان باش يعني. واخا تقطعوهم راه نتوما لي كتقادوهم، هادي لي هاكا هي لي كن لا هادي هي لي كنديروها لتحتاه باش نعمروه باش الأخرى كتعطيك ديك التورا. هذا هذا كنقسمو هكا خولينا ثلاثة كنعمرهم هكا كيجيو زوينين. هكا
رخصوا شويه عاد تركم بيديكم غير شويه باش ما تحلوش. كناخذوا هادي عاوتاني هاد الجهه هكا هي اللي كنديروها غير كنصايبوهم ونعمروهم وكندهنوهم بالزبده صافي كنشعلو الفران وكنديروهم يطيبو كتسناهم شي خمرو او شي حاجه ديك الخميره راه ما فيهمش صافي كنعمر فيهم كلشي هادشي راه شحرتها بشويه ديال البصله شحرتها مع البصله وشويه ديال الحار شويه ديال البزار والثومه ديال البودره ديال الثوم هادشي اللي درت فيهم صافي شويه ديال الربيع وخليتهم تشحروا درتهم باش نعمرهم بهم وملي كديرهم بالحلوي راه كديروا فيهم الجبان كديروا فيهم صافي دابا حنا ساليناهم ساليناهم وغادي ندخلوهم يطيبوا ومن بعد نوريكم ملي طاب ذوبنا الزبده ديال الماكله وغادي ندهنوا الوجه ديالهم بالزبده باش كيعطيهم واحد المذاق عاوتاني زوين ديك الزبده كدير فيهم واحد المذاق زوين هما اللي كيكونوا يطيبوا عاوتاني كيبداو يطيبوا كنخرجهم عاوت وكنزيدهم شويه الزبده دابا غادي ندخلوهم الفرن يطيبوا وملي يطيبوا شويه غنخرجوهم ونزيدهم واحد الرشيشه ديال الزبده وان شاء الله من بعد نتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمنات اللي اليوم جبت معاكم كيجيو مهشين وكيجيو من داكشي ومرقين غزالين كنتمنى حتى نتوما ديروهم لحقاش كيجيو واعرين بزاف وديك الريحه ديال الفرماج مع الكفته عاطيه منهم زوينه بزاف بزاف ودعمونا في القناه وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ويوصلكم ان شاء الله كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله.